أحمد عز، بنرحب بيك وبجد إحنا سعداء جدا. الهجمة مش مرتدة، الهجمة حقيقية جدا، ربنا لأن أنت يخليك يا موجود رب. معانا في الاستوديو، كل سنة وحضرتك منورنا طيبة، وكل في سنة بيت للكل. وكلكم طيبين يا رب، ورمضان كريم عليكم كلكم يا رب، وعلى كل الأمة العربية عد الخير إن شاء الله يا أولا رب. إحنا فرحانين بطلتك أساسا مع أولى حلقات بيت للكل، وفرحانين أكتر بأن أنت موجود على شاشة رمضان. آخر عمل كان أبو هجمة عمر مصري أو المصري، عمر المصري، مظبوط. فطلتك السنة دي مختلفة، 3 حلقات مع الهجمة المرتدة، وانت منورنا ومنورنا طبعا ايه اهلنا وبيتنا بقى، بيت طبعا للكل فعلا يعني. طبعا منورين الدنيا. اهلا فيك. يعني احنا بدنا نحكي بشكل مفصل عن هجمة مرتدة، بس بداية بدنا نحكي عن شهر رمضان. كيف بتقضي وقت شهر رمضان مع اهلك مع اصدقائك؟ هو لو في تصوير فما بلحقش اقضي مع اهلي واصدقائي خالص، بيبقى شغل. ولو ما فيش تصوير انا ما بعرفش انام كتير، يعني مواعيد نومي ما بتختلفش قوي، يعني بصحى في رمضان التاخير بيبقى مثلا 10 بالكتير 11 يوم لما اتاخر يعني. وبعدين اليوم بيستمر بقى، بيبقى عندي شويه انشطه ومقابلات، بعد كده بلعب رياضه قبل الفطار بساعه. بعد كده بقى لو عندي بحب الرياضه. الرياضة كويسة جدا في رمضان على فكرة، بس طبعا من غير ما تعمل مجهود جامد عشان المية بتبقى قليلة في الجسم، بس الرياضة مفيدة جدا في رمضان جدا. طيب لو حكينا عن أعمالك التصويرية، كيف بتكون إذا كان عندك بالفعل أعمال؟ يعني ما بتكونش ملهاش مواعيد متعبة؟ والله، بيبقى في قبل الفطار وفي بعد الفطار، يعني ملهاش مواعيد، ممكن تصور قبل وممكن تصور بعد، لأنه إحنا على الهوا، يعني المسلسل بيتعرض، فلو عندك حاجة لازم تصورها هتصورها، ملهاش دعوة بالوقت، هي ليها دعوة إن العمل ده لازم يتم على خير. أحمد، أنت بتتابع أعمال عربية؟ يعني ليك حاجات كده بتتابعها وتعجبك وتقف عندها والله في، ما نقدرش ننكر إن في ممثلين كبار، في مش بس عندنا في مصر، لا في كل منطقة، يعني في العراق، سوريا، الأردن، واشتغلنا مع ناس وحصل بيني وبينهم شغل، يعني زي إياد مثلا اشتغلنا طبعًا. في الممر اياد في الممر، يعني رغم ان هو كان دوره صعب جدا طبعا، يعني طبعا، ولعب دور الصهيوني اكتر طبعا، بس هو عمله بشكل احترافي جدا، هو جري ورا الدور، فده كانت حاجه، كانت حاجه وعملها بشكل رائع الحقيقه. اشتغلت مع منذر قبل كده، وفي كتير طبعا، هم مش يعني مش عايز انسى حد، بس هم كتير اشتغلنا مع ناس كتير طبعا. وساعات طبعا بتابع لما بتسمح الفرصه، يعني لا ساعات بتفرج طبعا. بنشوف برمضان هناك العديد من المسلسلات اللي بتعرض على القنوات المصريه والقنوات العربيه، بتتابع مسلسلات للزملاء؟ بتشوف مثلا والله انا عملت عمل حلو، او في زميل كمان او زميله قدمت شيء مختلف؟ شوفي، هو ده المفروض. يعني في لهجه سايده في الفتره الاخيره، ان هو ان انت ومن بعدك الطوفان. طبعا ده مش صح خالص، خطأ طبعا، ولا العمل الفني مش كده خالص، يعني صح. جوه العمل الفني وفي مجال الفن نفسه، انت طبيعي انك تعمل عمل زميل، يعني يعمل عمل وينجح، دي حاجه طبعًا. كويسه جدا طبعًا. وطبيعي انك تغير، انك تعمل الاحسن، عندك المنافسه الايجابيه. انما الفن صح. الفن ما كتبش على واحد، يعني الفن صحيح. مش بتاع واحد. الفن ده انا هعمل عمل، وممكن اعمل عمل يبقى فيه اجتهاد وفيه كل حاجه، بس ممكن الموضوع بالبلدي ما يلفقش مع المشاهد، بيبقى عايز يتفرج على حاجه تانية، ده وارد جدا. انما الخطوط العريضه ان فيه اجتهاد وفي شغل وفي مجهود هيحصل. فهو العمل الفني ده عمل جماعي، ما فيهوش واحد لوحده، هو كله فريق كوره بيحاول يجيب جون. عشان كده طبعا اتفرج على اعمال الزملاء، ولو لقيت حاجه عجبتني هكلمه واقول له، ولو لقيت حاجه ما عجبتنيش هكلمه واقول له. يعني ايش اكتر شيء عجبك الفتره اللي فاتت من الاعمال الفنيه لزملاء لإلك؟ ليه، في افلام كويسه جدا، في افلام زي مثلا الفيل الازرق، كان فيلم كويس جدا طبعًا. من الافلام الكويسه، وغيرهم حيمت. كتير. انا بس انا مش عايزه اقول ايه ومش ايه عشان ما ازعلش حد والله، انما لا في اعمال كويسه كتير جدا كمان، وفي ممثلين مجتهدين جدا يعني. طيب الكليب اللي احنا شفناه من شويه كده، واحنا يعني بنفتكر معاك حاجات احنا كمان. طيب من ملك روحي لحد هجمه مرتده، رحله. هي فعلا رحله، والواحد في الاول ما كانش لسه على قدر كبير من فهم الشغلانه وفهم تفاصيلها و و و و فهو من البدايه لحد دلوقتي مرحله عديت فيها بحاجات كتير قوي قوي قوي. بس كل الواحد لما بيشتغل وكل واحد لما بيشوف بيبتدي يفهم شويه الجمهور بيحب ايه، نوعية الأعمال اللي الجمهور بيتابعها عاملة إزاي،
الكمان المشكله في الفتره الاخيره انه المشاهده بقت جلوبال قوي، فانت شايف الاعمال كلها، فالجمهور دلوقتي بيعرف يفرز، مش هتعرف تعمل عمل سهل او بسيط او مقلوب ويعجب الناس. خليني احكي لكم لما الممر اتذاع، يعني وجود احمد طبعا، وفي جيل دلوقتي لا حضر اكتوبر ولا حضر 67 ولا حضر الفتره دي. فالجيل اللي موجود من الشباب ده لما شاف احمد عز اللي هو النجم بتاعه حاليا بيعمل الخليه وبيعمل الممر بعدها، وحصل اعتقد بعد اذاعه التلفزيون كمان للفيلم، حصل حاله غريبه جدا. الفيلم الشارع كان فاضي، اول مره تحصل الشارع كان فاضي. انا من الناس اللي دايما كنت دايما بقول ايه، نفسي اعمل عمل يبقى عامل زي في فتره كده كان في مسلسلات زي جمعه الشوان، كان عامله عادل امام ورأفت الهجان، كان عامله الرحل العظيم طبعا. الله يرحمه. بالمناسبه يعني بيشبهوا العمل الجديد هجمه مرتده، اتمنى يا رب بهذا العمل. اتمنى ده شرف ليا طبعا ان انا اكون استمراريه لاساتذه كبار زي دول، ده انا اتمنى طبعا. بس انا اصلا ارجع لك اقول لك انه في الفتره دي فعلا الشارع كان فاضي لما الحلقه كانت بتتعرض، فدايما كنت بقول يا رب نفسي يبقى عندي عمل كده والناس كلها تلتف حواليه او تشوفه، لان ده بالنسبه لي نجاح، ان اللي يشوفني النجاح مش مادي في الفن. صح. في جزء كان عنده بس. جمله عارف كان عندك جمله المموه يخوفهم، البس المموه كل الناس لما بتلبس اللبس، ولانه كمان يعني لبس الناس بتحبه، لبس الجيش الناس بتحبه. دي الجمله دي بقى عشان كلمه حق دي لازم ارجع فيها واشكر فيها الاستاذ شريف عرفه. ايوه. لانه انا بصور انا منهمك جدا في التصوير وبتاع، فجاء صوت الاستاذ من بره الكاد قال لي في اخر، كنت عامل بوست كده ساكته، قال لي قول لهم المموه البسوا المموه بيخافوا منه، فقلتها على الهوا، ما كانتش موجوده في السكريبت دي، طلعت على الهوا وسبحان الله كانت بقت جمله تتكرر. الناس بتستخدمها. طب الناس متعطشه لمثل هذه النوعيه من الافلام او من هذه المسلسلات، دي حقيقة. اللي هي اللي السينمائيه اكثر، اللي بتتحدث عن إنجازات للجيوش وإنجازات للدول بشكل أو بآخر. طبعاً ال- 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 الناس نمرة واحد بتلتف حوالين العمل اللي مصنوع كويس. صح. وبيحسوا ده جداً وبيحسوا بيعرفوا يفرزوا. صح. فما بالك كمان لما إحنا عندنا ميزة كعرب، عندنا حتة الحماس والقومية دي موجودة بس برزها بس. يعني أنت كل اللي عملته في الممر إن أنت عملت كده بس، ده لما بيحصل بيخلي الناس كلها بيبقى عندها سعادة، بيبقى عندها يعني. أنا فاكر إن أنا لما نزلت الشارع بعد اليوم بتاع الموكب المومياوات، تاني يوم الصبح أنا نزلت الشارع في حالة عند الناس، في حالة ده يعني إحنا بقى عندنا ما قبل المومياوات وما بعد المومياوات. صحيح. الصدق والرقي والحضارات شيء قيم الحقيقة يعني. ويا أستاذة شفقي عالمنا العربي مليء بالبطولات. تعرف يا أحمد وإنت بتتكلم إنت هتشوف في المونيتور بس المشاهدين شايفين الهرم هو بيلف، والقدس وكل الرموز اللي احنا شايفينها من وباترا في الأردن يعني بجد لو احنا تبادلنا التصوير، يعني مسلسل الجاي يبقى مصري متصور في الأردن ومسلسل أردني متصور عند الهرم وكلنا نروح فلسطين طبعا يعني ومش يعني بس كمان بالمروح والله روحة. طبعا يا رب أتمنى أتمنى أكيد. بس هي النقطة كلها احنا عالمنا العربي مليء بالبطولات والقصص البطولية بفلسطين، كتير بيكون في اهتمام بهاي المسلسلات ومتابعتها، وبالفعل يعني الشخصية الوطنية اللي بيمثلها بيكون لها حضور يعني، ونفس الشيء يعني الشارع بيكون فاضي بمسلسل معين وفي له اهتمام كبير. الانتصار في الزمن اللي احنا فيه ده مش انتصار عسكري فقط، هو انتصار ثقافي. وكل لما تقدم أعمالك وبطولاتك العربية قديمة أو حديثة ده بيخلق نوع من القومية، بيخلي الناس كلها تلتف حواليك. احنا محتاجين نعمل ده، وعندنا أو عندنا اللي خلينا نقدر نعمل وعندنا ده وعندنا كل ده. أنا هاخد من كلمتك القومية والاحتفاء، اسمح لنا نحتفي النهاردة بمرور البرنامج وأولى حلقاته وأيضا التزامن مع مئوية الأردن، فخلينا نقول هذه الكلمة الرقيقة لشعبنا في الأردن اللي بيتابعونا ومعانا حبيبتنا كاثي، فاسمح لنا نقول ده. 100 عام كانت الدولة الأردنية، لم يكن ميلاد الفكرة يسيرا ولكنه واقعا تحت ظلال الدوحة الهاشمية. بمناسبة مئوية الدولة الأردنية وتزامن هذه المناسبة مع انطلاق برنامجنا، نتمنى للأردن شعبا وقيادة بأمنيات الرفعة ودوام الأمن والاستقرار. وأستأذنكم نحن نشوف طبعا
يعني تقرير، والتقرير ده تم إنتاجه من فريق عمل برنامج بيت للكل، وإحنا بنهديه نيابة عن البرنامج وبنهديه وهتشوفه معانا يا أحمد إلى الشعب الأردني. وقد أتم 100 عام على قيامته، يتجلى الأردن قيمة ومكانة ومعنى وتاريخا وحضارة في صدارة المشهد الكوني، علامة فارقة بعد أن جسد واقعا أعرق معاني التطور العلمي والمعرفي، وبات واجهة تنبض بالحياة تألقا وعزة وأنفة. الأردن الوادع الراسي على كتف الدهر، آمنا مطمئنا يطل من شرفة الفخر والعطاء على فضاءات أينعت قطوفا دانية وأثمرت بدلا سخيا وشمسا لا تغيب. الأردن الملاذ الآمن والريف الخصب والبادية الرحبة، هي الجغرافيا المتنوعة والتي منحت أردن الكرامة كل هذه الخصائص والصفات. الأردن الجبين العالي الذي يطاول عنان السماء فخرا وانتماء، 100 عام أثمرت هوية ثقافية وحضارية شكلت رافدا أساسيا من روافد الرفعة والتقدم والعلم. وقد أسهم هذا الأردن البديع برفعة الإنسانية وسموها نحو العلا من خلال أبنائه البررة الذين برعوا في كافة حقول المعرفة والعلوم، وأضافوا لجملة الحياة معنى حين سطروا في سفر العطاء والتطور الكوني اسم الأردن، علامة فارقة في البناء والنماء والعطاء. أردننا الحبيب، أدام الله عزك ومجدك، ويا لفخر أبنائك وأنت سليل النبل والطهر والعفة والقداسة. وكل عام ودائم الحضور في الوعي والضمير، بنات الأردن من تعاقبوا على رعايته حتى بلغ هذه المكانة بكل خير وبحفظ الله دوما. الهاشميون الأبات، يا رعاكم الله، وقد أخلصتم النية وصدقتم الوعد، فكان للأردن كل هذا البهاء. كل عام والأردن وطن العاشقين والمنتمين والمخلصين. دائما نتمنى للأردن كل التقدم والازدهار لشعبنا الأردني، عمقنا العربي دائما. وهذه مناسبة طبعا بفخر يعني بنحكي عنها كاثي في هذا اليوم. كل سنة وانتم طيبين طبعا، وبنهني حكومة الأردن وشعب الأردن بالمئوية وبال الألفية يا رب، في خير وفي سلام للأردن وكل الأمة العربية يا رب. على فكرة أنا كنت في الأردن من حوالي شهر. ما هو احنا رح احكي عن هذا الموضوع بشكل مفصل، بس هلا بدنا نطلع فاصل وراجعين لبيت الكل. خليكم معنا، ما تروحوا مكان. اهلا فيكم من جديد وفي هذه الحلقه وضيفنا احمد عز. طبعا قبل الفاصل كنا نتحدث عن موضوع التصوير بالأردن لمسلسل هجمة مرتدة، وكثير حابين، عندنا فضول نحكي عن هذا المسلسل بشوية تفاصيل أكثر. حدثنا عن التصوير، المناطق، ربما في مناطق عربية بالأردن. هو تم تصوير المسلسل في أكثر من مكان، عندنا لوكيشن للعراق وعندنا لوكيشن للأردن وصربيا، لأنه متصور في كذا حتة. كنا الحقيقه في الاردن طبعا، والاردن كانت برد جدا، كنا هناك من شهر في منطقه اسمها السلط. والحقيقه يعني احنا ما حسيناش ان احنا بنصور بره مصر خالص بصراحه. يعني كان معانا دايما كذا حد بيسهل لنا كل حاجه. ما عايز اقول لك انها مدينه كافي. صحيح، انت صورت مدينه. طب ما رحتش تخبط عليهم؟ ما اعرفش بقى، ولا معقول يعني عليها يعني. لا بس هنروح تاني ان شاء الله. خلاص لا والله احنا انبسطنا جدا، والناس يعني شالونا من على الارض بصراحه. احساسك ايه وانت بتعمل عمل وطني بتصور في منطقه عربيه، والعمل وطني ومخابراتي وحاجه قوميه؟ لانه انا بحس انه احنا حياتنا العرب مهما
اختلف الزمن وراح وجي على قلب رجل واحد. انا ما خرجتش من مصر لما حسيت ان انت لما رحت الاردن. والله انا ما خرجتش من مصر. نفس العادات نفس التقاليد. الاكل اذا بعد او اختلف فهو الأكل. قريب جدا يعني. يعني ما حسيتش كيف الأكل ما حسيتش بحاجه والله. احنا الأكل يعني الشامي رائع بحبه جدا. انما ما حسيتش ان في اختلاف. ما حسيتش ان انا خرجت بره مصر والاستضافه والمقابله والناس والشغل يعني انا شايف ان هي اسامي بلدان مختلفه لكن في الاخر احنا واحد يعني نفس العادات نفس التقاليد نفس الفكر. اللي بيضايقه بيضايقني. بما انك الاكل حكيت لي زكي طعموك منسف ولا لا ضحكوا عليك؟ طبعا اول ما دخلت الاوضه لقيت منسف وكتب لي هذا منسف. لما نتحدث عن مثل هذه المسلسلات نتحدث عن ملفات من المخابرات المصريه نتحدث عن ملفات كانت كبيره وما زالت ونتحدث عنها. شخصيه سيف العربي ايش اضافت لاحمد عز وايش راح تضيف للمشاهد بالكشف عن خفايا بهذه الشخصيه والدفاع عن مصر؟ طبعا انت عارفه اي فنان من بداياته بيحب جدا ان هو نوعيه الاعمال الوطنيه لان احنا اتربينا عليها. صح. انما اختيار انك تعمل فيلم ينتمي لجهه زي الجهاز المخابرات العامه ما بيبقاش قرارك. صح. لان دي بتبقى ملفات بيبقى مش معظمها بيبقى كلها سريه. صح. لازم يعدي عليها وقت معين. صح. حظنا كان حلو ان هذا الملف هو ملف معاصر. الملف ده ابتدى سنه 2007 2008 ده معاصر جدا وعاصر المرحله بتاعه الربيع العربي. تمام. وانتهى مؤخرا من كام سنه الملف ده. تمام. فنقدر نقول ان هو حظي الكويس فيه ان هو ملف حديث يختلف عن الاعمال اللي فاتت اللي هو الصراع ما بين جهتين. مظبوط. او جهازين. الموضوع ده هو جلوبال اكتر. بيخش فيه كذا مش بس جهاز لا ده كذا جهاز ومنظمه. لانه الصراع اتغير طبعا والحرب الحروب ما بقتش مدفع ودبابه، الحروب بقت حروب فكريه. فده نوع المسلسل، المسلسل بيخش فيه اجهزه، بيخش فيه منظمات، بيخش فيها افراد. دورنا في المسلسل ده ان احنا بنقدم اللي حصل، لان احنا لما بنقدم حاجه احنا كصناع للعمل بنبقى شايفين اللي حصل. صح. بس بنحط فيها شويه سبايسز اللي يعني هي فيها شويه توثيق فيها. آه. بس احنا كدراما طبعا لان انت ما تقدرش تعلن بشكل كامل. يعني دي لازم تعمل قصه. لازم نعمل قصه. لكن القلب او الموضوع نفسه هو متاخد من ملف حقيقي من ملفات المخابرات العامه اللي هم الناس الرجاله دول ما تقدريش تعرفي هم عملوا ايه. صح. يعني صح. معظم بطولاتهم يعني البطولات العسكريه انت بتعرف حرب. صح. صح. انما البطولات رجال المخابرات العامه ما بتعرفيش غير لو هم اعلنوا. طيب واحنا بنتكلم عنك يا احمد بجد النهارده واحنا بنشوف معاك 20 سنه زي ما شفنا التقرير في اول اللقاء النهارده. في ال 20 سنه دول احنا كاجيال شفنا فيهم رأفة الهجان، شفنا ملف من المخابرات، شفنا جمعة الشوان قبلها، شفنا الملفات دي كانت لايقه على الفتره دي والزمن كان مختلف. مزبوط. كان الصراع العربي الاسرائيلي واضح وكان باين. الزمن اختلف طبعا. فالملف زي ما انت قلت اللي احنا بنشوفه ده كمان يعني مهم قوي للجيل اللي عايش. مزبوط. يعرف حقيقه الصراع بقت عامله ازاي واتنقلت من الوطن بقت بدايره اكبر في العالم. ثلاث حلقات اللي احنا بنشوفهم من بدايه هجمه مرتده والنهارده الجمعه، يعني احنا شفنا ثلاث حلقات وانت موجود في العراق. في الثلاث حلقات دول انت حاسس انه يعني المشاهد بدا يتشد ورايح فين والصراع بتبقى قلقان ايه الناس هتمشي معاك في الحلقات ولا انت بتبقى فين تشوف ايه في الوقت القلق المهني ده موجود حتى لو هعمل مقابله يعني لانه في قلقان مننا يعني لا مش القصد بس اقصد اقول لحضرتك انه انت بتبقى دايما عايز توصل للناس فكرك وعلى قد ما تقدر تخلي الناس دول يبقوا معاك. عشان يبقوا معاك لازم يثقوا فيك كشخص ويحبوا اعمالك واجتهادك. فهي الممثل حياته مش سهله في الحته دي، دايما لازم يبقى اون تراك، دايما لازم يبقى محافظ، ده اللي عايز يعمل تاريخ واللي عايز يعمل اعمال كويسه، لازم يفكر في كده. المسلسل بيتقسم من كذا حته، احنا في المرحله اللي احنا فيها دي هي المرحله اللي هو كان فيها في العراق. الشخصيه بتاعت سيف هي شخصيه لما تم اختياره او ان هو يشتغل مع الجهاز احنا كنا بنوضح ان هو من عموم المصريين.
يعني هو ما نقدرش نقول ان هو في حاجه مميزه، لا هو شبه بقيه كل المصريين، ولكن بالتدريب وبالعلم وبالقرايه وبالثقافه وبالرياضه بيوصل عندنا الشخص ده. المرحله الاولانيه في حياه سيف ان هو فاكر نفسه ان هو البطل الذي لا يقهر، فكان بيشتغل بشكل مش عشوائي ولكن شكل فيه ثقه مبالغه. ثقه هو نفسه يعني مبالغه، فبالتالي بيتعرض لحاجات. هي دي المرحله الاولى في الحلقات اللي احنا بنشوفها بتاعه العراق، وبعد كده بقى بنرجع نكمل تاني. نحن كشعوب عربيه دائما عندنا فخر بجيشنا، باجهزتنا الامنيه، واكيد بالمخابرات العامه اللي كانت موجوده بمصر والاردن وكل دولنا العربيه. خلينا نشوف هذا الفيديو الترويجي للمسلسل الجديد، وفي مفاجاه محضرين لك اياها. خلينا نشوف وراجعين. ابو حميد ازيك؟ احمد عز من 20 سنه واحنا اصحاب وزمايل، واشتغلنا مع بعض في اول فيلم ليا في مصر كان مذكرات مراهقه، وغالبا كان اول او تاني فيلم لاحمد، ومن بعدها رجعنا اشتغلنا في هجمه مرتده السنه دي، واحنا دلوقتي في الكواليس، واحمد جنبي على فكره في الكرفان اللي جنبي، بس انا مش قايله له ان انا عامله له المفاجاه دي. انا سعيده بالعمل معاك يا احمد، سعيده بتطورك، سعيده بشغلك، سعيدة بمثابرتك وبتركيزك في شغلك. احنا يجمعنا السنة دي مسلسل هجمة مرتدة اللي ان شاء الله ينال اعجابكم واستحسانكم في شهر رمضان الفضيل، وفي فيلم كيرة والجن اللي ان شاء الله هنستأنف تصويره بعد العيد بإذن الله. انت عشرة عمر، وانت عارف يعني انا بحبك قد ايه، ربنا يكرمك ويكرمنا مع بعض في مسلسل هجمة مرتدة، وكل سنة وانت طيب ورمضان كريم. واللي الناس ما تعرفوش عن احمد ان هو بأكله يعني دقيق جدا وصحي جدا، وبيلعب رياضه طول الوقت وكده، فبقول له يعني ما تقلش في رمضان، بس انا عارفه ان هو مش هيتقل في رمضان لان هو محافظ على شكله، ومحافظ على علاقته بجمهوره كمان بكل المشاريع الحلوه اللي بيعملها. كل سنه وانت طيب يا احمد ورمضان كريم، ويا رب هجمه مرتده يعجب الناس. اهلا فيكم وين ما كنتوا بتتابعونا، وكيف شفت المفاجأة في البداية؟ كنت متوقع يا حبيبتي الرسالة يا حبيبتي هند مش معرفة يوم، دي معرفة زي ما هي قالت 20 سنة. والحقيقة يعني أنا سعيد جدا كل لما بنشتغل مع بعض، لأنها مش أنا اللي هتكلم عليها، يعني ممثلة كبيرة وكلنا بنحبها على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني. ربنا يا رب يجعل كده أعمالنا دايما تبقى ناجحة إن شاء الله. وهي زي ما بتقول فعلا إحنا بنصور مع بعض كمان كيرة والجن، وعملت ضيفة شرف في فيلم الممر، وكانت رائعة. كانت رائعة، فأتمنى لها يا رب كل نجاح وكل توفيق، وتروح أبعد من المكان كمان اللي هي فيه ده إن شاء الله في الأيام اللي جاية. ممكن يعني نحكي عن العلاقة لعشرين عام من العمل والصداقة مع الفنانة هند صبري؟ إحنا ابتدينا سوا، ولما ابتدينا كنا لسه بنتعرف على عالم السينما مع مخرجة كبيرة زي الأستاذة إيناس الدغيدي، وعمري ما حنسى فضلها ما حييت الأستاذة إيناس الدغيدي. يعني جابتنا من بيتنا كده، عملتنا أبطال، وإحنا أو يعني هتكلم عن نفسي يعني لسه ما تستحقش البطولة وقتها، أنت لسه بتقول يا هادي يعني. بس ربنا كرمنا واشتغلت مع هند، وكانت وش سعد ووش خير وعلى بعض يعني الحمد لله، ونجحنا وكملنا بقى في المشوار في العشرين سنة. هي عملت أعمال ناجحة جدا جدا، وأنا مشيت في مشواري وتقابلنا تاني أهو، ويا رب العمل اللي احنا عملناه ده يبقى عامل ناجح ان شاء الله. وانا بشكرها جدا على الكلام الجميل اللي هي قالته ده. ده مش جديد على هند. هند بتحب كل اللي حواليها. ايش اختلفتوا انتوا الاثنين بعشرين سنه؟ ايش لما اول فيلم عملته مع هند صبري واليوم، ايش اختلفتوا انتوا بهاي العشرين سنه؟ نفس الشغف والله، نفس دايماً القلق. دايما بيكون اذا كان في شغف في استمراريه دايما وتميز. يعني حاله الشغل، انا عايز اعمل ده الحاله دي، الحماس ده موجود ما زي ما هو من 20 سنه زي ما هو دلوقتي. بس بتختلف طبعا الحياه، بتمر بحاجات، بتمر بحاجات حلوه، بتمر بحاجات وحشه، بتفقد حد عزيز. هند عندها بيت واسره، فهي دي الحاجات اللي بتختلف علينا. انما كحب المهنه وكحب الفن وكحب للنجاح، لا احنا بنزيد مش بنقل يعني. لا اكيد. قبل ما اروح لفاصل، مش عارفه ليه انا لسه فاكره جمله شفناها في اول كليب في الحلقه، وانت بتتكلم عن المراه
وبتدي درس كده في حاجة من أعمالك. ده فيلم من الأعمال. في فيلم. دور المرأة دي ليها كده شفرة معينة. طب ما تقول لنا إيه الشفرة دي؟ يا ريتني كنت أعرفها. أرجع أقول لك إن لا. لا أنا مصر أعرفها منك يا أحمد بعد لو الفاصل. لو كنت أعرفها صدقيني. كنت ما تعرفهاش. طيب يعني ما زي أحمد عز مش عارف شفرة المرأة ممكن تكون إيه. بس بعد الفاصل أرجع أقول. بعد الفاصل هقول لنا. بعد الفاصل هنرجع نتكلم نكمل كلامنا معاكم في بيت للكل. سهلا فيكم من جديد. لقيت الشفرة لسه. هي مش شفرة على قد ما هي يعني مثلا انا اتولدت في بيت مفيش بيت ما فيهوش خلافات بين الراجل والمرأة مفيش بيت كده. بس انا اتولدت في بيت مثلا وكنا ثلاث اخوات. عمري ما سمعت ابويا مثلا بيزعق هو وامي، واكيد كانوا بيتخانقوا بس في حتة في المعاملة كده الاحسان في التعامل ما بين الاثنين. انا شايف ان هي دي الشفرة اللي هو ان التعامل بما يرضي الله بين الرجل والمراه. انما لو حد عنده اجنده، لو حد عنده حاجات في دماغه، لو حد عنده العلاقه بتبوظ. واعتقد الشفره بتقع. طبعا واعتقد ان العلاقات عامه اللي بينجحها في البيت وفي الشغل وفي السينما وفي الاذاعه وفي اي حته في الدنيا هي النفسيه الكويسه. صح. عمرك ما هتلاقي عمل ناجح ابطاله نفسياتهم مش كويسه على مستوى الحياه او على مستوى الفن. ولو نجحت مره ولا اتنين ما يبقاش عندك الاستمراريه. صح. الزمن اللي احنا فيه ده الاستمراريه فيه هي النجاح. مش النجاح انك تعمل عمل ناجح، انك تستمر 30 و40 سنه ناجح ونجم في شغلك في مجالك، هو ده النجاح. وهي دي الشفره بتاعت النجاح. هي دي الشفره السكه. اجابه دبلوماسيه وانا محترماها جدا. انا بحب انا جداً. انا من الناس اللي هو ايه، انا عنادي جدا عندي في الحق وصوتي من دماغي بس من غير في الحاجات اللي هي ما فيهاش في علاقتي بربنا فيها حاجه مشينه خالص. انما غير كده لا، انا يعني بدعي ان انا من هنا سالك، ما عنديش مشاكل. انا عايز انجح وسط الناس ناجحين، مش عايز ابقى الاول والاخير. النضوج والوسامه دلوقتي، انت حاسس ان النضوج هو الاهم في حياتك، يعني انك تبقى شخص ناضج اكتر يعني، وده بان عليك قوي من الخليه والممر. يعني يمكن كمان الرسائل اللي بتقدمها رسائل محتاجه لنجم ناضج بالفعل. ازاي قدرت تنقل بقى نفسك للمرحله دي؟ ايه اللي عملته؟ ايه التدريبات؟ كنا بنشوفك في الممر لا ورياضه وجامد وظابط بجد، وكانك جنت في القوات المسلحه المصريه. احنا فعلا رحنا الصاعقه، قعدنا في الصاعقه نتمرن هناك، وفي الخليه قعدت حوالي 6 شهور في العمليات نتدرب هناك. هو على حسب الدور هو عامل ازاي، ده بالنسبه للتكوين الجسماني. انما النضوج الفني ده، انا قابلت الله يرحمه الاستاذ احمد زكي، وبشوف الاستاذ يحيى بيشتغل ازاي، وبشوف الاستاذ عادل بيشتغل ازاي، واسامي كتير طبعا، انا بضرب بس مثال عشان الوقت. هي حصاله بتحط فيها اعمال، الاعمال دي بعد عمر طويل الجمهور بقى بيرجع يقول لك ايه بقى، يا ده الراجل ده عمل افلام حلوه. انما مش دلوقتي اللي هنقول عليه ده عمل او ما عملش. فانا بفكر في الموضوع كده بالشكل ده. انا عندي خزنه كبيره وحصاله كبيره بحط فيها على قد ما اقدر اعمال كويسه، هو ده تاريخي. بس انت حضرتك يعني كسرت يمكن هذا المشهد في اولاد رزق، وكنت متقمص دور الفتى الشعبي، ف يعني حدثنا عن هذا الجانب، انك انت خرجت من الدور اللي طرحته شفكي ورحت تقمصت الدور بدون ما تلتفت ربما للشكل، ولكن كان في مضمون. هو الـ 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 الناس بتحب الشخص مش بشكله، بتحبه لروحه، يعني بتحبه باكج، يعني مش شرط ان انت تبقى. يعني انا بشوف الراحل احمد زكي وسيم. صح. انا بشوفه وسيم جدا، بشوفه شخصيه متكامله. فهو الموضوع مش بالشكل ان انت تعمل شخصيه شعبيه بشكل وتغير من شكلك خالص. هو 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 الروح. هو الروح هو ده الاهم، لان الشكل بيتغير. صح. انت عمرك ما تقدر تفضل بشكلك ده. صح. السنه الجايه، السنه اللي بعدها، السنه اللي بعدها هتتغير. صح. هي الدنيا كده، لكن هيبقى ان انت روحك هي دي اللي بتوصل للناس، مش شكلك اللي بيوصل للناس. أوكي. عشان لما تيجي تعجز او شكلك يتغير ما تقعدش في البيت. يعني في كذا مسلسل، في عودة المنى زكي، في ياسمين صبري طبعا، يسرى،
يعني في اسماء هتبقى بتنافس. يسرى انت يسرى. يعني ذكرتي اسم صاحبه فضل عليا يسرى ملك فضل. الروح صاحبه فضل عليا طول عمري برضو ما انسلهاش الجميل ده ابدا. يعني اليوم استمتعنا بالحديث معك كمان. يعني كنا متمنين البرنامج يكون ساعتين ثلاثه اربعه حتى نتحدث معك اكثر واكثر. بس انا فرحان بفكره البرنامج دي جدا. صح حلوه. لان انا كمان على 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 حد علمي ان احنا كمان ينقصنا الشخصيه العراقيه. صحيح. باذن الله يا رب يتمم على خير ويحضر باذن الله معانا ان شاء الله. فانا فرحان بالفكره دي جدا لان احنا الثقافه والفكر والفن ده لازم يبقى عربي. صح. عندك شاشات ما بين العراق والاردن وفلسطين ومصر، جمهور كبير قوي، كلمتك. التجمع ده اصلا حاجه شرف وفخر. بس قبل ما اقول كلمتي، احنا زمان لما كنا بنيجي نقول على العمل الفني بنقول والان مع المسلسل العربي. صح. والان مع الفيلم العربي. صح. ما كناش بنقول الفيلم المصري او المسلسل المصري. صحيح. انا نفسي ده اللي يتم. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا فخور اصلا ان انا موجود في اول حلقه فيها التجمع ده، ان انا اتشاف في بلدي واتشاف في فلسطين العزيزه. يعني ربنا يوعدنا بالزياره يا رب ان شاء الله، واتمناها يعني. سعيد ان انا ابقى هتشاف في الاردن، البلد اللي انا صورت فيها اللي شالونا من على الارض لما كنا هناك. والعراق نفس الكلام، البلد الشقيق دي كبير جدا جدا اللي نتمنى له السلام ونتمنى نروح نصور اعمالنا هناك. فانا فخور اصلا ان انا بتشاف في الاماكن. انت هتبقى متابع للبرنامج لانه هيبقى في حلقات من الاردن ومن فلسطين ومن العراق. ولما جات لي فكره البرنامج ان انا يعني انا لسه بصور، فلما جات لي فكره البرنامج انا سعدت جدا ورحبت بده. ده شرف ليا اصلا ان انا اتشاف في الاماكن دي كلها. ربنا يديم علينا نعمه السلام، ربنا يديم علينا نعمه المحبه، ونبقى اقرب لبعض اكتر، لان في الاخر احنا اللي هننفع بعض، ما حدش هينفعنا، احنا اللي هننفع بعض. صح. يعني بعد كلامك ما في كلام، شكرا جزيلا. وكل عام وانت بخير، وكل عام والجميع من اهلك وحبايبك بالف خير. وحضرتك بخير يا رب. طيب بس طيب. بعد اذن المخرج، عشان يعني الحضور اللي احنا فيه حاليا، يعني انا دائما شعوري لانه احنا بفلسطين بالعاده بنكون معزولين عن بالعاده عن الاشقاء العرب انهم يقدموا لفلسطين الا بصعوبه شديده. فانا لما بكون في مكان فيه حضور عربي من كل الدول العربيه او جزء من الدول العربيه، بحس بامتدادي بشكل اكبر. وانا سعيده كثير اليوم، كيف انا دائما بشوفكم على التلفزيون زملائي، انه انا اليوم بينكم، وانه بالفعل يعني هذا الامتداد موجود بحب ودفء ووحده. وسعيدين جدا انه ننطلق بهذه الحلقه بوجودك. ودائما بفلسطين يعني كل المحبة للفنانين، والفنانين المصريين لهم خصوصية أكيد في كل المسلسلات والمشاهدات. كل أهل فلسطين يا رب نروح نعمل الحلقة دي من هناك إن شاء الله يوم من الأيام، وأكون أول واحد يا رب. إن شاء الله إن شاء الله تكون معنا. نورتنا جدا يا أحمد. متشكر أستاذة جدا جدا جدا. بنالك كل خير، وإن شاء الله الهجمة تبقى مرتدة جدا وشديدة جدا. شرف لي أن أنا أطلع معك بعد ده، بعد العمر ده، لأن أنا فعلا من حوالي في بداياتي برضو، أنا في 20 سنة اللي فاتوا دول أنا طلعت مع حضرتك في بداياتي. دي حقيقة جدا، وده شرف لي أن أنا أطلع مع حضرتك تاني. يعني شرف لي. كل سنة وأنت طيب وحضرتك طيبة. رمضان كريم عليك. الله أكرم علينا كلنا يا رب. رمضان كريم جدا جدا جدا. ألف شكر.